كرمنا يا رب. دخل عليه عزرائيل. المرة اللي فاتت لقى معاك 2 بودي جاردز، المرة دي جايب 4. ده قليل قوي. سامعني يا دكتور نادر؟ لا 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 لا. مساء الخير. اهلا اهلا. مساء الخير يا مترو. ازيك يا مستر مروان؟ اخبارك ايه؟ ده انا محظوظ اني شفت حضرتك تاني. اسعد، ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، اهلا بيك. ايش حضرتك؟ اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. مروان ابو عرب، رجل اعمال واعلامي مصري. اهلين. انسه ديما عباس من سوريا، من كبار سيدات الاعمال في العالم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. بس غريبه قوي، انت صغيره في السن على انك تكوني سيده اعمال يعني. عندنا بسوريا مثل بيقول صغير يوم وشهر بيعرف منيح بالدهر. بس غريبه قوي، أنا أول مرة أسمع مثل زي ده. ده زي عندنا كده في مصر، بس إحنا عندنا بقى بالعكس، يعني بيقول لك اللي أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. أيوه صح صح. اتفضل. أنا مش عايز بس أكون أزعجتكم. لا أبداً. اتفضل. أهلاً وسهلاً بيك. وحضرتك بقى يا ترى منين؟ من سوريا. من الشام. من الشام، الله، بحب الشام. ويا ترى بقى انت منين في الشام؟ ها؟ حكم انا الشام حافظها زي كف ايدي. منين؟ من شارع الجامع. شارع الجامع؟ ايه؟ لا، مفيش حته في الشام اسمها شارع الجامع. كيف في؟ ايوه انت تقصدي شارع الجامع الاموي. ايه؟ اللي جنب سوق الحميديه. ايه سوق الحميديه. الله، دي منطقة جميلة جمال، أنا بعشقها، بالذات كمان إنها بتفكرني بخان الخليل اللي في مصر. إيه، بسمع فيك، بس بعمري ما زرت مصر. إزاي؟ تبقي سورية وما تزوريش مصر؟ إزاي ده يعني مصر وسوريا إيه؟ ما حاجة واحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة.